بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلكم سيف اشرف، طالب فرقة رابعة. ان شاء الله نشرح مع بعض النهاردة محاضرة الليفر والبري سيستم. انا بس عايز اقول لكم كذا حاجة، يعني انهل عليكم من خبرتي في الكلية. اذا كان المديول بتاع الجي اي تي واحد ده انتوا فاكرينه صعب، فبص انا مش بخوفك بس انا بسترعي انتباهك. مديول الجي اي تي 2 ده ممكن أدو في الصعوبة مرة ونص أو مرتين، مش كمحتوى، مش ك يعني صعوبة في الفهم، إنما كمحتوى. الكمية بتاعته فعلا كانت كبيرة، بس سمعت إن في تخفيفات نزلت لكم، فإن شاء الله يكون مديول كويس. أول حاجة، يعني أهم حاجة في المديول الجي أي تي 2 ده، الأناتومي بتاعه بيجي الميد حوالي نص الميد بيجي حوالي أناتومي، والفاينل ده لما تعدوا المد ان شاء الله بيجي حوالي تلت الفاينل بارا. فاذا مادة الاناتومي ومادة البارا لو مسكتوا فيهم الاتنين ممكن يعندوك المديول. انا ما بقولكش تذاكرهم لوحدهم، انما انا بقولك الاناتومي والبارا هما يعتبر اهم مادتين في المديول ده. اول حاجة. تاني حاجة، المحاضرة النهاردة بتاعة الليفر هي محاضرة البنكرياس، هي محاضرة السمول انتستين، نفس السكيما. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الايتمز اللي قدامك دي اذا كانت يعني الليفر، ديفينيشن اوف ليفر، ديفينيشن اوف ايه بنكرياس، نفس الايتمز بس كل اورجان هيتاخد لوحده. فاذا انت عندك الاناتومي تذاكره كويس جدا عشان بيجي عليه كمية كبيرة في الميد. وتاني حاجة، تركز في محاضرة الليفر النهاردة عشان لو فهمت محاضرة الليفر ان شاء الله المديول مش مادة الاناتومي في المديول ده مش هتجد فيها اي صعوبة باذن الله. اول حاجه الديفينيشن اوف ذا ليفر. بص السلايد دي مش هقولك مش مهمه بقى ومش مهمه والكلام ده، انت كل الكلام مهم بس اقراها بتركيز، في حاجات تنحفظ وحاجات تتقري بتركيز. يعني ايه ليفر؟ قال ان هو largest gland in the body، the weight of the liver in adult about 1.5 كيلو. اللي يبقى هي اكبر غده في الجسم ووزنها حوالي 1.5 كيلو. طب ايه البوزيشن بتاعها؟ في ال upper part of abdomen extend from right hypochondriac و epigastric و left hypochondriac region below diaphragm. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي هشرح الكلام ده على الصورة. عدي دلوقتي الشيب، ان هي ويدج شيب. يعني ايه ويدج؟ يعني وتدية الشكل. برضو الكلام ده هشرحه لك على الصورة دلوقتي. طب فيها كام سيرفيس وفيها كام بوردر؟ فيها خمس سيرفيس، anterior و posterior و superior و inferior و right lateral surface. ال right lateral بيسموه ال base، و ال border قالك ان هي ال defined except sharp inferior border that separate anterior و right surface من inferior surface. يعني ايه الكلام ده؟ كل ال border بتاعتها ال defined، يعني متعرفش تميزها عن بعضها ما عدا ال inferior border هو الوحيد اللي defined وشارب. طب الانفيور بوردر ده بيفصل ايه؟ قال بيفصل الرايت واللاترال و الانتيرور والرايت لاترال سيلفس عن الايه الانفيور سيلفس. معلش ريتم الشرح بطيء، فانت لو سرعت الفيديو ده على 1.5 او 2 مش هتجد اي مشكلة. يعني في ملاحظة ان البوستيرو والسبيرو والانتيرو واللاترال سيلفس اللي هما السيرفيسات دي كلها الاربعه دول بيتحدوا مع بعض وبيكونوا لي الدايفراجماتيك سيرفيس. خلي بالك عشان احنا هنحتاج دي بعدين. يبقى البوستير والسوير والانتير والرايت لاترال سيرفيس بيتحدوا مع بعض بيكونوا لي ايه؟ دايفراجماتيك سيرفيس. طب الانفيرو سيرفيس له اسم تاني اللي هو ايه؟ الفيزرال سيرفيس. طب ليه ده اسمه فيزرال؟ عشان ده بيواجه الايه؟ الاورجان او الاحشاء بتاعه الجسم. طب ده اللي اسمه دايفراجماتيك سيرفيس؟ طبيعي عشان بيواجه الدايفرام. يبقى السلايد دي تقراها بتركيز مش حفظ. طب تعال نشوف البوزيشن في الصوره دي. ادي منطقه الابدومين بتتقسم لتسع مناطق، الرايت هايبوكوندريك والابيجاستيك والليفت هايبوكوندريك والايه والمناطق دي مش عليكم. فقال ان الليفر بتمتد من الرايت هايبوكوندرياك ريجون والابيجاستريك ريجون والليفت هايبوكوندرياك ريجون، بتاخد التلات مناطق دول. اهو ادي الصورة دي برضو بتوضح، ادي الليفر اهو، ادي الرايت هايبوكوندرياك ريجون، وادي الابيجاستريك، وادي بتمتد للليفت هايبوكوندرياك ريجون. ادي اول حاجة. تاني حاجة الشكل بتاعها، قلنا ان هي ويدج ان شيب. ادي وتد اهو، شبه الوتد
وقلنا ان السويرور والانتيرور والرايت لاترال والبوستيرور بيتحدوا مع بعض بيكونوا لي ايه؟ بيكونوا لي دافراجماتيك سيرفيس. وقلنا ان الفيسرال او الانفيرور سيرفيس ده بيكون مواجه للاحشاء، يبقى ده بيواجه الديافرام وده بيواجه الايه؟ الفيسرال او الانتستين بتاعت الجسم. وقلنا ان الانفيرور بوردر هو الوحيد اللي شارب ايه، والباقي انديفايند، هو الوحيد اللي شارب. طب كان بيفصل ايه عن ايه الانفيرور بوردر؟ كان بيفصل الانتير والرايت لاترال عن الانفيرور سيرفيس. يبقى الانفيرور بوردر كان بيفصل الانتير والرايت لاترال عن الايه؟ الانفيرور سيرفيس. ادي بالنسبه لديفينيشن اوف ذا ليفر. تاني حاجة، يبقى احنا كده يعتبر خلصنا، ادي اول ايتم الديفينيشن اوف ذا ليفر، تمام. تاني حاجة اللي هو الجروس اناتوميكال لوبس. الليفر بتتقسم من الناحية ليها تقسيمتين، بتتقسم من الناحية التشريحية اللي هي الجروس اناتوميكال لوبس، وبتتقسم من الناحية الوظيفية. بتتقسم من الناحية التشريحية، قال ان الليفر divided into large right loop و small left loop. يبقى هي من الناحية التشريحية، من الناحية الاناتوميكال كلاسيفيكيشن. خلي بالك عشان رأس السؤال هيجي يقول لك هي من الناحية التشريحية ولا من الناحية الوظيفية، وده هعرفه لكم ليه دلوقتي. يبقى هي بتتقسم من الناحية التشريحية ل right و small left loop. الكلام اللي تحتها ده هنعرفه بعدين بس نقراه دلوقتي. قال ان الاتاتشمنت اوف ذا فالسيفورم ليجامنت، في ليجامنت اسمه فالسيفورم ليجامنت، بيأتاتشمنت في الايه؟ في الانتيرو والسوبير سيرفيس بتوعها. وفي فيشر يعني حفرة، فيشر يعني حفرة، في حاجة اسمها حفرة للليجامنتم فينوزم بتبقى في البوستيرو سيرفيس بتاعها، وفي حفرة تانية اسمها حفرة للليجامنتم تيرز دي في الانفيرو سيرفيس بتاعها. يبقى تاني، هي بتتقسم من الناحية التشريحية إلى الاناتوميكال كلاسيفيكيشن، إلى رايت وسمول ليفت لوب، الرايت أكبر. وقال إن هي بتمسك الأنتيرو والسوبير سيرفيس بتوعها بيمسكوا في الفالسيفورم ليجامنت، و في حفرتين، فيشر فور ليجامنتم فينوزم وفيشر فور ليجامنتم تيرس. وهنعرف ايه هو الليجامنتم فينوزم وايه هو الليجامنتم تيرس دلوقتي. الفيشر اوف ليجامنتم فينوزم ده نعرف ان هو على البوستيرور سيرفيس، والفيشر اوف ليجامنتم تيرس ده نعرف ان هو على الانفيرور سيرفيس، تمام. الرايت لوب بيرجع ينقسم، احنا قلنا ان اللارج رايت لوب وسمول ليفت لوب. اللارج رايت رايت لوب بيرجع ينقسم من حيث الى اتنين سمول لوبس. طب ايه هما السمول لوبس دول؟ كواديت لوب وكوادريت لوب. يبقى بيتقسم الى كواديت لوب وكوادريت لوب. طب هنعرف كل لوب هو فين وايه اللي بيحاوطه من كل الاتجاهات. يبقى تاني والكلام ده هينعاد تاني في الريليشن. يبقى هنعرف كل لوب هو فين وايه اللي بيحاوطه من كل الاتجاهات. اول لوب اللي هو الكوادريت لوب، الكوادريت لوب ده مكانه على البوستيرور سيرفيس. يبقى هو مكانه فين؟ في البوستيرور سيرفيس اوف ذا ليفر. على شماله حاجه اسمها فيشر فور ليجامنتم فينوزم، على يمينه حاجه اسمها جروف فور انفيرور فينا كيفا. جروف يعني برضو حفره او فتحه. الانفيرور فينا كيفا ده الوريد او الفين الرئيسي اللي بتصب فيه الليفر كلها. يبقى على يمينه جروف فور انفيرور فينا كيفا، وقلنا ده الوريد الرئيسي اللي بتصب فيه ايه؟ الليفر كلها. طب على شماله فيشر فور ليجامنتم فينوزا. احفظ بس، معلش المسميات صعبه شويه بس هوضحها لك دلوقتي على قد ما اقدر. في حاجات هتنحفظ زي ما هي، والحاجه اللي فيها توضيح هحاول اوضحها لك. طب ايه اللي فوقه وايه اللي تحته؟ قال ان فوقه مش هو في البوستيرور سيرفيس، قال ان هو فوقه بيتصل بالسوبيرور سيرفيس. طب تحته ايه؟ تحته حاجه اسمها البورتا هيباتس، وعرفك ايه هي البورتا هيباتس دلوقتي، بس احفظ المسمى ده دلوقتي. يبقى تاني الكواديت لوب مكانه فين؟ مكانه في البوستيرور سيرفيس. على شماله فيشر فور ليجامنتم فينوزا، على يمينه جروف فور انفيرور فينا كيفا، فوقه كونتينوس ويز سوبيرو سيرفيس، تحته اللي هو البورتا هيباتس. قال ان هو بيتكون من اتنين بروسيس، الاتنين بروسيس دي مش مهمه قوي، حتى مش هتلاقيها في الصوره اللي انا جايبها لك، سواء الكواديت بروسيس او البابيلاري بروسيس. انت ممكن تلاقيها في الجار، الكواديت بروسيس والبابيلاري بروسيس دي تقريبا مش هتلاقيها في الجارات.
ولكن قاعدة البروسيس ده كونكتنج اللوب مع الريست اوف ذا رايت لوب، يعني ده بيربط اللي هو القاعدة لوب ده بكل الرايت لوب. مش احنا قلنا ان الرايت لوب بينقسم لاثنين سمول لوبس، او هو بيكونكت اللوب مع الباقي، وان هو الكوادريت بروسيس ده بيقال لك ان هو بيقع بين الانفيور فينا كيفا والبورتال فين. يبقى هو بيقع بين ايه؟ الانفيور فينا كيفا والبورتال فين. اخر معلومه ان هو فورم ابر باوندري اوف ابيبلويك فورامن، في فتحه كده اسمها ابيبلويك فورامن، ده بيكون الابر باوندري بتاعها اللي هو الكوادريت بروسيس. تاني حاجه البيبيلا بروسيس، يبقى ايه الاثنين بروسيس اللي تبع الكوادريت لوب؟ واحد على اسمه الكوادريت بروسيس. بروسيس دي يعني زائده كده، يعني حاجه بزه. تاني حاجه اللي هو البابيلا بروسيس، تمام. الكوادريت لوب كمقارنه بيناتهم، ده كان في البوستيرور سيرفيس، ده بيقع فين؟ قال ان هو بيقع في الانفيرور سيرفيس. نفس الكلام على شماله فيشر فور لجامنتا تيرس، على يمينه فوسا فور جول بلادر، تحته الانفيرور بوردر، فوقه البورتا هيباتس. طب تعالى نشوف الكلام ده على الصورة دلوقتي هيكون عامل ازاي. ادي، ركز، ادي الكواديت لوب وادي الكوادريت لوب. ادي من هنا لحد هنا، خلي بالك من الماوس، يبقى ده كله البوستيرور سيرفيس، يبقى ده معنى كده ان ده الايه؟ الانفيرور سيرفيس. طب ما احنا قلنا ادي الكوادريت لوب اهو، ايه اللي فوقه؟ قال لك ان هو كونتينوس ويز سوبيرو سيرفيس، او كونتينوس ويز سوبيرو سيرفيس. طب ايه اللي على يمينه؟ ادي الجروف، ادي الانفيور فينا كيف اهو، ده الجروف بتاعه هو على يمينه فعلا. طب ايه اللي على شماله؟ ادي الحفره اللي انا قلت لكم عليها، حفره اهي فيشر فول ليجامنتم فينوزم. طب ايه اللي تحته؟ دي اسمها البوابه اللي بيدخل منها الفيزل والدكتس والفينز، دي اسمها بورتا هيباتس. ادي البورتا هيباتس، ادي البوابه. يبقى فوقه بيكمل مع السوبيرور سيرفيس، شماله فيشر فور ليجامنتم فينوزم، اليمين وجروف انفيور فينا كيفا، تحته البورتا هيباتس. طب بالنسبه للكوادريت لوب، على شماله فتحه تاني اسمها فيشر فور ليجامنتم تيرز زي ما احنا واخدين. يبقى هنا شماله فيشر، وهنا شماله فيشر، نفس الكلام. هنا تحته البورتا هيباتس، لا هنا عكسه، فوق اللي هو البورتا هيباتس. يبقى هنا تحته البورتا هيباتس، لا هنا فوق البورتا هيباتس. هنا كان يمينه انفيو فينا كيف، لا هنا يمينه الفصه في الجول بلادر. هنا كان بيكمل مع السوبير سيرفيس، قال لك لا ان هنا الانفيور بوردر. يبقى هنا البلو تحته ايه؟ اللي هي الايه؟ الانفيور بوردر، تمام. ادي مقارنه سريعه بين الكوادريت لوب وبين الكوادريت لوب. ادي رسمة تانية بتوضح، ادي نفس الكلام بس الرسمة دي اوضح شوية. ادي الكواديت لوب، فوقه السوبير سيرفيس، على شماله فيشر فور ليجامنتم فينوزم، تحته البورتا هيباتس، على يمينه الانفيور فينا كيف. ادي الكواديت لوب، يمينها الفوسة فور جول بلادر، شمالها الفيشر فور ليجامنتم تيرز، فوقها البورتا هيباتس، وتحتها الانفيور بوردر، تمام. تمام، جون بتوع الجراحة قال التقسيمة دي بتاعت الاناتومي دي مش عجبانا، العالم بتوع الاناتومي اللي حطوا التقسيمه دي احنا مش هنمشي بيها، احنا هنحط تقسيمه تانية خاصه بينا من حيث ليها ثلاث مسميات وينحفظوا الثلاثه. وخلي بالك من راس السؤال، هو قال لك اناتوميكال كلاسيفيكيشن او اناتوميكال سيجمنت، ولا قال لك فانكشنال، ولا سيرجيكال، ولا ستراكشرال لوب. لو قال لك اناتوميكال يبقى معاك الكواديت والكوادريت. طب لو قال لك يبقى الكواديت والكوادريت مع الرايت اناتوميكال لوب، ما احنا لسه قايلين ان الرايت اناتوميكال لوب كبير والليفت صغير. هنا بتوع الجراحه قال ايه؟ قالوا ان الليفر بتتقسم لايكوال رايت اند ليفت لوب باي خط وهمي كده اسمه انتيرور بوستيرور بلين، بيمشي في الفصه في الجلب بلادر، وبيمشي في الجروف فور انفيور فينا كيف. يبقى هو بتنقسم لنصين متساويين بالظبط. وقالوا ان الرايت برانش اوف هيباتيك ارتري والبورتر فين والرايت هيباتيك داكت سبلاي للرايت سيرجيكال لوب، وايل الليفت برانش سبلاي ليفت سيرجيكال لوب. يبقى الرايت بيغذي الرايت هيباتيك ارتري والرايت بورتال فين والرايت هيباتيك داكت سبراي الرايت سيرجيكال لوب، والليفت بيغذي الليفت،
وقال ان طب الرايت سيرجيكال لوب ده عبارة عن ايه بقى؟ يبقى احنا قلنا ان الرايت سيرجيكال لوب هو عبارة عن ايه؟ الرايت سيرجيكال لوب ده عبارة عن الرايت اناتوميكال لوب اللي احنا لسه قايلينه، ولكن من غير الكواديت والكوادريت. والليفت سيرجيكال لوب هو الليفت اناتوميكال لوب ولكن زائد الكواديت والكوادريت. يبقى اذا الكواديت والكوادريت من ناحية الاناتوميكال كلاسيفيكيشن هو تبع الرايت لوب، اما من ناحية الفانكشنال كلاسيفيكيشن او السيرجيكال كلاسيفيكيشن او الاستراكشرال سيجمنت ده هو من ناحية الليفت لوب. طب ليه احنا بنميزه من ده تبع ده؟ ليه؟ عشان هو بيتغذى الدم منين؟ يبقى هو بيتغذى الدم من الرايت هيباتيك ارتري ولا من الليفت هيباتيك ارتري؟ لا، هو الكواديت والكوادريت بيتغذوا من الليفت برانش، سواء كان ليفت هيباتيك ارتري، سواء كان البورتال فين، سواء كان الايه اللي هو الليفت داكت، الليفت هيباتيك داكت. في معلومة أخيرة كده، قال إن كل سيرجيكال لوب بينقسم لأربعة هيباتوبيلياري سيجمنت، كل سنتر من السيجمنت ده يحتوي على 3 حاجات: بورتال ترياد اللي هو الهيباتيك ارتري والبورتال فين والبايل داكت. معلومة ايه يعني، مش مهمة قوي. تمام. بالنسبة بقى للريليشن بتاعة الليفر، الريليشن بتاعة الليفر لو حفظتها حفظ مصمت لمجرد الحفظ، من هنا للسنة الجاية هتنساها. ليه؟ عشان الريليشن بتاعة الليفر هتخش مع الريليشن بتاعة البنكرياس، هتخش مع الريليشن بتاعة السمول انتستين، تخش مع الريليشن بتاعة اللارج انتستين، فكله هيخش في بعضه. فانت لازما تتصور ان الليفر دي قدامك في رسمة ذهنية كده، ان الليفر دي قدامي والسوبير سيرفيس ده ايه المحاوط ليه، والرايت لاترال سيرفيس ايه اللي جنبه، والانتيور سيرفيس ايه اللي عنده، والبوستير سيرفيس، وهكذا. يبقى لو احنا حفظناها حفظ مصمت زي ما هي كده هننساها، كله هيخش في بعضه. انما لازم انت تتخيل السوبير سيرفيس ده مكانه فين، والبوستير سيرفيس ده، وهكذا. السوبير سيرفيس هنبدأ ب ال كان في السوبر سيرفيس هنا لحظة. يبقى احنا عندنا الريليشن بتاعت الليفر، هنعرف الريليشن بتاعت السوبر سيرفيس والرايت لاترال سيرفيس والانتيرور سيرفيس والبوستيرور سيرفيس والانفيرور او الفيسرال سيرفيس. اول حاجة السوبر سيرفيس، احنا قلنا عايزين نتخيل مكانه فين. السوبر سيرفيس ده، مش احنا قلنا ان السوبيرور سيرفيس والرايت لاترال سيرفيس والانتيرور سيرفيس والبوستيرور سيرفيس دول كلهم بيتحدوا بيكونوا لي حاجه اسمها الديافراجماتيك سيرفيس؟ اذا الديافرام هو عامل مشترك بينهم كلهم، هو ريليشن ليهم كلهم. يبقى عندي السوبيرور سيرفيس والرايت لاترال سيرفيس والانتيرور سيرفيس، التلاتة فيهم الديافرام. طب السوبيرور سيرفيس، مش احنا لسه قايلين ان الليفر في الرايت هايبوكوندريوم والابيجاستريك والليفت هايبوكوندريوم، طب ايه اللي هيكون فوقها، ايه اللي هيكون سوبيرو ليها؟ مش احنا قلنا ان في السوبير سيرفيس ده اتاتش في الفالسيفورم ليجامنت في الاول خالص اهو. يبقى السوبير سيرفيس ان هو بيتصل بالفالسيفورم ليجامنت. تاني حاجة ان الديافرام ده بيفصلها عن ايه؟ ايه اللي فوق الليفر؟ ايه اللي فوقيها؟ الديافرام. طب الديافرام بيفصلها عن ايه؟ عن اللنج والبلورة والهارت والبريكارديا. يبقى الديافرام بيفصل عن اللنج والبلورا والهارت والبريكارديوم، ادي البوستيرور سيرفيس، وده سهل ما فيهوش حاجه. الرايت لاترال سيرفيس، ايه العامل المشترك اللي معانا؟ الديافرام. طب الديافرام ايه حاجه عندنا ديافرام اللي هو عامل مشترك، وعندنا 2 رايت، مش هو رايت لاترال سيرفيس، الاثنين رايت اللي عندنا رايت كوستو ديافراجماتيك ريسيس والبيز اوف رايت لنج. يبقى تاني الرايت كوستو ديافراجماتيك ريسيس والبيز اوف رايت لانج، وعندنا الضلوع الريبس من 7 ل 11، والضلوع من 7 ل 11 ممكن يجي فيها سؤال بيغير الارقام بتاعتها،
ممكن يجي يقول ان الرايت لاترال سيرفيس الضلوع من كذا مثلا من 5 لـ 8 اي حاجة، لا هي الضلوع من 7 لـ 11 هي اللي بتعمل ريليشن مع الرايت لاترال سيرفيس. يبقى احنا كده خلصنا من الرايت لاترال سيرفيس. بالنسبة للانتيور سيرفيس، طب ايه اللي ممكن تتخيله ان هو يكون قدام الليفر؟ اللي قدام الليفر العامل المشترك اللي معانا الديافرام، ادي خلصنا منه. طب ايه اللي قدام الليفر تاني؟ مش قدام الليفر، الابدومينال وول، انتيرو ابدومينال وول. يبقى الانتيرو سيرفيس مع الديافرام والانتيرو ابدومينال وول حاجة اسمها زيفويد او سيفويد بروسيس. يبقى السيفويد بروسيس والكوستال مارجن دي تبع الانتيور سيرفيس. السيفويد بروسيس والكوستال مارجن تبع الايه؟ الانتيور سيرفيس. واللور بوردر اوف ايه بقى؟ البوث البوث لانج اللي هو الكوستو دايفراجماتيك ريسيس. يبقى اللور بوردر البوردر اللي تحت بتاع البوث لانج والكوستو دايفراجماتيك ريسيس، يبقى ده بالنسبه للانتيور سيرفيس. وانا هحاول اجيب لك ده على البرنامج اللي هو الاطلس على قد ما اقدر. يبقى السوبير سيرفيس ايه اللي فوق الليفر؟ ايه اللي ممكن تتخيل ان هو فوق الليفر؟ مش احنا قلنا السوبير سيرفيس فيه الفالسيفورم ليجامنت، ادي خلصنا منها. وقلنا ان الدايفرام عامل مشترك بينهم الاربعه، بين السوبير والرايت لاترال والانتير والبوستيرور. يبقى اذا السوبير سيرفيس الدايفرام معانا. طب الدايفرام بيفصل السوبير سيرفيس عن ايه؟ طبيعي بيفصلها عن اللنج والبلورا والهارت والبيكارديوم، دول الحاجات اللي فوق الليفر. طب الرايت لاترال سيرفيس، لا الرايت لاترال سيرفيس ده متطوح شويه. العامل المشترك اللي معانا الدايفرام في 2 رايت، رايت كوستو دايفراجماتيك ريسيس والبيز اوف رايت لانج، ادي خلصنا. والريبس الضلوع من 7 لـ 11، الضلوع من 7 لـ 11. طب الانتيور سيرفيس العامل المشترك اللي معانا الدايفرام الانتيرو مع ايه؟ اللي قدام الليفر انتيرو ابدومينال وول، وحاجه اسمها السيفويد بروسيس والكوستال مارجن واللوال بوردر بتاعت البوس لانج والكوستو دايفراجماتيك ريسيس. اللوال بوردر بتاعت البوس لانج والكوستو دايفراجماتيك ايه؟ ريسيس. ادي بالنسبه للاتاتشمنت بتاعت السوبير والرايت لاترال والانتيرير سيرفيس. ادي الليفر اهو الليفر، بس ده الليفر الليفت لوب. الليفت لوب والرايت لوب جنبيه، بس هنا البرنامج جاي الليفت لوب. او ايه اللي فوقه؟ اللي فوقه ادي الدايفرام، ادي مش ده السوبير سيرفيس. يبقى ايه اللي فوقه؟ الدايفرام. طب الدايفرام بيفصله عن ايه؟ بيفصله عن اللنج والبلوره والهارت والكارديوم. طب ادي الرايت لاترال سيرفيس اهو في الحته دي بالظبط، الرايت لاترال سيرفيس في الحته دي بالظبط، ممكن يكون تحت هنا الرايت لاترال سيرفيس. طب الرايت لاترال سيرفيس قلنا الدايفرام معانا عامل مشترك والضلوع من 7 لـ 11، احنا ممكن نعدها، ممكن نعدها هنا على البرنامج باينها. ادي الضلوع، ادي 1 2 3، يعني ممكن من هنا كده 1 2 3 من 7 لـ 11. يبقى هو الريبس من 7 لـ 11. وقلنا ان البيز بتاعت الرايت لانج، ما هو طبيعي الرايت لاترال بيكون ناحيه البيز بتاعت الرايت لانج. واخر حاجه اللي هو رايت كوستو دايفراجماتيك ريزيس، ادي بالنسبه للرايت لاترال سيرفيس. بالنسبه للانتيور بقى قلنا احنا معانا الدايفرام والانتيور ابدومينال وول والبوردر بتاعت اللنج والكوستو دايفراجماتيك ريزيس. وقلنا اخر حاجه كانت ايه؟ اخر حاجه كانت اللي هو الزيفود بروسيس والكوستال مارجن، الزيفويد بروسيس والكوستال مارجن. ادي بالنسبه للريليشن بتاعت التلاته سيرفيس على البرنامج. بالنسبه للبوستيرور سيرفيس، البوستيرور سيرفيس من اليمين للشمال، هناخدها من اليمين للشمال، وكل حاجه من دول ليها شرح لوحدها. يبقى البوستيرور سيرفيس ايه اللي فيها او ايه الريليشن بتاعتها؟ البير اري اوف ليفر، الجروف اوف فور انفيرو فينا كيفا، الكواديت لوب اللي هنستقل ان هو بيتكون بالبوستيرو سيرفيس هيتعاد تاني دلوقتي، الفيشر فور ليجامنتم فينوزم قلت لك عديها واقول لك معناها دلوقتي، ادي الفيشر فور ليجامنتم فينوزم والاسوفيجال امبريشن او الاسوفيجال نوتش.
اول حاجه هناخد ده. طب تعال نشوف على الرسم، ادي البوستيرور سيرفس، ادي البير اريا، ادي البير اريا بتاعه الليفر، جنبيها الجروف فور انفيرور فينا كيفا، جنبيها الكواديت لوب، جنبيها الفيشر فور ليجامنتم فينوزم، جنبيها الايه اللي هي الاسوجيال امبريشن. ادي بالنسبه للبوستيرور سيرفس. اول حاجه البير اريا اوف ذا ليفر، البير اريا اوف ذا ليفر، البير اريا معناها المنطقه المكشوفه او المنطقه العاريه. طب ليه اتسمت المنطقه المكشوفه؟ لانها اريا نوت كفرد باي بروتونيوم. يبقى ليه البير اريا اتسمت بالاسم ده؟ عشان هي نوت كفرد باي بروتونيوم. ودلوقتي برضو هناخد الاماكن اللي في الليفر اللي ما فيهاش بروتونيوم. تاني حاجه ان هي تراينجولار ان شيب، مثلثه الشكل. طب اي مثلث مش فيه قاعده وفيه راس المثلث؟ طب ايه القاعده بتاعه المثلث؟ قال ان البيز بتاع البير اريا ده الجروف فور انفير فينا كيف، تمام. طب الايبكس بتاعها في ليجامنت اسمه رايت تراينجولار ليجامنت، بيتكون عن طريق التقاء الابر واللور لايرز اوف كوروناري ليجامنت. يبقى ده راس المثلث بتاعت الرايت تراينجولار ليجامنت. طب الرايت تراينجولار ليجامنت ده كون ايه؟ نتيجة التقاء الابر واللور لاير اوف كوروناري ليجامنت. وهنعرف الليجامنت دي ايه دلوقتي. طب ايه فوقها وايه تحتها؟ قال ان فوقها وتحتها الابر واللور لاير اوف كوروناري ليجامنت، اللي هما اتقابلوا كونوا لي رايت تراينجولار ليجامنت. يبقى دي اللي هي اضلاع المثلث. يبقى قاعدة المثلث، يبقى احنا قلنا ان هي المنطقة المكشوفة عشان ما فيهاش بروتونية، قاعدتها الجروف فور انفيرور فينا كيفا، راس المثلث الليجامنت اللي هو الرايت تراينجولار ليجامنت اللي هو نتيجة التقاء الابر واللور لاير اوف كورونري ليجامنت. طب فوقها وتحتها الابر واللور لاير اوف كورونري ليجامنت، وقلنا ان هي ريليتد تو الديافرام والرايت سوبرا رينال جلاند. هي ريليتد لحاجتين، الديافرام. مش احنا قلنا ان البوستيرور مع الديافرام اهو، جه الديافرام اهو، يبقى البير اريا اللي في البوستيرور سيرفيس ريليتد للديافرام. مش البوستيرور سيرفيس كان من اللي بيتحد بيكون لي الدايفراجماتيك سيرفيس مع الاربعه الباقيين؟ البير اريا بقى من البوستيرور سيرفيس هي اللي ريليتد للديافرام والرايت سوبرا رينال جلاند. طب تعال نشوف الكلام ده على الرسم. ادي البير اريا، مش هي مثلثة الشكل قدامك؟ ادي البير اريا، وان هي مثلثة الشكل مثلثها باينة. قلنا قاعدة المثلث الجروف فور انفير فينا كيف، ادي قاعدة المثلث اهو، نعتبر ان ده مثلث، ده كله مثلث، قاعدته الجروف فور انفير فينا كيف، مظبوط. راس المثلث ادي الرايت تراينجولار ليجمنت اهو، كلام مظبوط. كل حاجة على الدياجرام، كل حاجة مكتوبة على الدياجرام، لو تخيلت الرسم عمرك ما هتنسى الكلام. يبقى ادي الرايت تراينجولار ليجامنت، وادي القاعده بتاعتها، قلنا فوقها وتحتها الكورونري ليجامنت، ادي الكورونري ليجامنت تحتها، وده برضو كورونري ليجامنت، الاثنين دول اتحدوا كونوا الرايت تراينجولار ليجامنت. قلنا ان هي ريليتد للديافرام، وادي فين رايت سوبرا رينال امبرنش، يا امبرنش يعني ان الرينال جت ضغطت هنا، سابت لي علامه امبرنش امبريشن سوبرا رينال امبريشن. يعني ايه امبريشن؟ يعني الرايت سوبرا رينال جت ضغطت هنا فسابت لي علامه. يبقى البير اريا ريليتد لحاجتين، الديافرام والرايت سوبرا رينال امبريشن. وقلنا ايه الحاجات بتاعتها، ادي بالنسبه للبير اريا. بالنسبه للفيشر فور ليجامنتم فينوزا، تقريبا هو احنا عدينا الجروف فور انفيرور فينا كيفا. طب خلينا نقول جروف فور انفيرور فينا كيفا الاول. جروف فور انفيرور فينا كيفا، جروف يعني تجويف او فتحه، يبقى الجروف ده يحتوي على ايه؟ انفير فينا كيف، اتس ابر بارت شو اوبننج اوف هيباتيك فين. الابر بارت بتاع الانفير فينا كيف في فتحات، ليه الفتحات دي؟ عشان يصب فيها الهيباتيك فين، يبقى الهيباتيك فين بتروح تصب في الانفير فينا كيف. ادي بالنسبه للانفير فينا كيف، احنا ماشيين بالترتيب، ادي البير اريا، ادي الانفير فينا كيف، تمام. بعد كده بالترتيب الكواديت لوب. طب ما انا قايل لك الكواديت لوب قبل كده، بس هنعيده تاني، كلمات جديده بقى، معلومات جديده شويه. ريليتد تو سوبيريور ريسس اوف ليزر ساك كفرد باي بروتونيوم اوف ليزر اومنتوم. في بس دي في الجار، هتلاقيها في الجار، حاجه اسمها السوبيريور ريسس اوف ليزر ساك،
دي ان الكوادريت لوب ده السويرسس اوف ليزر ساك دي متغطيه بالبروتونيوم جاي من ليزر اومنتا، يبقى الكوادريت لوب ريليتد للسويرسس اوف ليزر ساك. السويرسس اوف ليزر ساك ده كفرد باي، عباره عن كفرد باي بروتونيوم اوف ليزر اومنتا، يبقى دي يبقى الكوادريت لوب ده ريليتد للسويرسس وريليتد للدايفرام تاني ميديم بارت اباف ذا اورتك اوبننج، يبقى هو ايه ريليتد للدايفرام بس من ناحيه الميديم بارت بتاعه. يبقى الكوادريت لوب احنا قلنا هناك فوق وتحت والكلام ده، دي الحاجات الريليتد ليه، يعني الحاجات الملامسه ليه، ريليتد ليه الحاجات الملامسه ليه. ايه الحاجات الملامسه للكوادريت لوب؟ حاجه اسمها السويروسيس اوف ليزر ساك كفرد باي بروتونيه اوف ليزر اومنتا والدايفرام، بس الكلام ده مش هنلاقيه على الدايجرام، الكلام ده ممكن نلاقيه على الجار اكتر اهو. يعني اعتقد مفيش سويروسيس، ادي دي الكوادريت بروسيس اهو اللي انا قلت لكم عليها، ادي الكوادريت لوب وادي الكوادريت بروسيس، ولكن السوير بروسيس دي اعتقد ان هي مش موجوده. يبقى بالنسبه للكوادريت لوب ريليتد زي كوادريت لوب ريليتد للسوير بروسيس اوف ليزر ساك كفرد باي بروتينيوم اوف ليزر اومنتم وريليتد تو دافرام. اخر حاجه الاسوجيال امبريشن او النوتش، بس دي هنسيبها دلوقتي. اللي جنبيها بقى الفيشر فور ليجامنتم فينوزا. الفيشر قلنا يعني فتحه، طب يعني ايه ليجامنتم فينوزا؟ مخلي بالك عشان الحته دي بتيجي في الامتحان. فيشر يعني فتحه الليجامنتوم فينوزا، قال ان هو من فروم ذا ليفت اند اوف ذا بورتا هيباتس تو، ده الاكستند بتاعها بتمتد من اليمين، بتمتد من الليفت اند اوف بورتا هيباتس تو ذا ابر اند اوف ذا جروف فور انفيوز فينا كيف. يبقى بتمتد من الليفت اند بتاعه البورتا هيباتس للابر اند اوف ذا جروف فور انفيوز فينا كيف. ادي اول معلومه. تاني معلومة ان هي تحتوي على حاجة اسمها ليجامنتم فينوزم اللي هي متسميه على اسمها. طب الليجامنتم فينوزم ده كان ايه؟ وخلي بالك عشان دي بتيجي في الامتحانات. الليجامنتم فينوزم ده كان فايبرس داكت فينيسس اوف ذا فيتوس، دي كانت قناة في الجنين، القناة دي حصل لها فايبروزد واتقفلت، فلما القناة دي اتقفلت وحصل لها فايبروز كونت لي الليجامنتم فينوزم ده. يبقى دي قناة كانت في الجنين اسمها فينسس داكتس اوف فينسس، دي كانت في الفيتس، القناة دي حصل لها فايبروز فكونت لي الليجامنتم فينوزم ويتش كونكت. دي كانت بتربط ايه بايه بقى؟ الليجامنتم فينوزم دي ده احنا بنتكلم في الفيتس، كانت بتربط الليفت برانش اوف بورتال فين بالانفيور فينا كيف. يبقى تاني الليجامنتم فينوزم دي كانت بتربط ايه بايه؟ الليفت برانش بتاع البورتال فين بالانفيور فينا كيفا، تمام. وجيفز اتاتشمنت لليزر اومنتا، بتدي اتاتشمنت بتمسك في الليزر اومنتا برضو. طب تعال نشوف الفيشر فور ليجامنتا فينوزم دي ايه. ادي الفيشر فور ليجامنتا فينوزم، قلنا ان هي بتمتد من الليفت اند بتاعت البورتا هيباتس للابر انت بتاعت الانفيور فينا كيفا، دي كلها الفيشر فور ليجامنتا فينوزم. قلنا ان هي عباره عن فايبرس داكت اللي هي الفيرسس ايه بتاعت الفيتس، داكتس فيرسس بتاعت الفيتس، الفيتس حصل لها فيبروزس وكونت لي اللي هو الفيشر اوف ليجامنتم فينوزم. طب الليجامنتم فينوزم ده كان بيربط بايه؟ بالليفت هيباتيك الليفت بورتال فين بالانفيرور فينا كيفا، وقلنا ان هي اتاتشمنت الليزر اومنتا، يبقى هي بتدي اتاتشمنت الليزر اومنتا. ادي بالنسبة ليه، يبقى احنا كده خدنا بالترتيب البير اريا، بعد كده الجروف فور انفير هنا كيفة، بعد كده الكوادريت لوب، وقلنا الكوادريت لوب ده ريليتد لو حاجتين السويروسيس اوف ليزر ساك والدايفرام، والبير اريا كان معاه الدايفرام. اخر حاجة الاسوفيجال امبريشن او الاسوفيجال نوتش، هنا الاسوفيجاس جه عمل امبريشن او نوتش ضغط على الحتة دي في الليفر، الاسوفيجاس ضغط على الليفر في الحتة دي فعمل لي ليفت اوف فيشر فور ليجامنتم فينوز، ده بيقول ان هو ليفت لليجامنتم فينوز. ادي الاسوفيجال امبريشن، ادي الاسوفيجال امبريشن على شمال الليجامنتم فينوز. يبقى تاني لو هنقول بوستيرير سيرفيس من اليمين للشمال البير اريا، بعد كده الانفيور فينا كافا، خلي بالك عشان الحاجات دي هتحتاج قوي في جار، في جار تيبيكال الصوره دي، في جار تيبيكال والجار ايه فيه حوالي 50 بيان بس هو تيبيكال الصوره دي بالبيانات اللي عليه، لو حفظت الدياجرام ده كويس هتجاوب الجار كويس في العملي. يبقى ادي البير اريا اوف فينا كيفا،
وادي الهيباتيكفين، وادي الكواديت، والحاجات اللي ايه الخمس حاجات، وكل حاجة احنا شرحناها بالتفصيل عبارة عن ايه. ادي بالنسبة للريليشن بتاعت البوستيرور سيرفيس. نيجي بقى للانفيرور سيرفيس اللي هو عامل خط لوحده او الفيسرال سيرفيس. طبعا احنا في الانفيرور سيرفيس ده لتحت، ده مواجه للفيسرا، مش هنسمع خالص سيرة الديافرام فيه. يبقى الانفيرور سيرفيس او الفيسرال سيرفيس مش هينفع، مش هنسمع سيرة الديافرام فيه، امال هنسمع ايه سيرة الفيسرا؟ طب الانفيرور سيرفيس ايه الحاجات اللي فيه؟ اول حاجة اللي هي الجاستريك امبريشن، يبقى بعد الاسوفيجاس بعد الجاستريك، يبقى الجاستريك امبريشن. وهوريك دلوقتي على الرسمه فين الكلام ده. حاجه اسمها اومنتال تيوبروستي، اومنتال تيوبروستي، ودي ريليتد تو ليزر اومنتا. يبقى الاومنتال تيوبروستي دي ريليتد تو ليزر اومنتا برضو. حاجه اسمها فيشر فول ليجامنتم تيرز، يبقى فوق في البوستيرور كانت فيشر فول ليجامنتم فينوزم، هنا فيشر فول ليجامنتم تيرز. حاجة اسمها الكوادريت لوب، يبقى فوق الكواديت تحت الكوادريت، والفوسفور فور جول بلادر. يبقى الجاستريك امبريشن دي قلنا فور ستومك، الاومنتال تيبروست دي ريليتد تو ليزر اومنتم، فيشر فور ليجامنتم تيرس، كوادريت لوب، والفوسفور فور جول بلادر. انا ممكن بقى اقول لك ان هي اجيب لك كل حرف من اول كلمة والتسكيم والكلام ده، بس للاسف انت احفظ. انا هي حفظ، حفظ مع تخيل. لو تخيلت الصورة وفهمت البيانات اللي عليها انت لازم أن تحفظ، بس في استرجاع في استرجاع المعلومة بعد كده مش هتاخد وقت. يعني كان ليا زمايلي ممكن يسيبوا الاناتومي 7 أو 8 ساعات مراجعة عشان المعلومة هما عملوها مفعكشة، فلما جم لموها متفعكشة برضه، فهيبذلوا وقت في المذاكرة وفي المراجعة. انما لو انت بذلت شويه مجهود في المذاكره بحيث ان انت تنظم المعلومه وتدخل في دماغك بطريقه معينه، ساعه ما تيجي تسترجع المعلومه هتسترجعها بنفس الطريقه. فانت اهو، يبقى الرسمه دي ادي البوستيرور سيرفيس، اهو هننزل تحت، دي من اليمين للشمال، العكس بقى من الشمال لليمين. احنا قلنا ايه الاوزوفيجيال كانت اخر حاجه في البوستيرور سيرفيس، بعديها الجاستريك امبريشن. بدانا اهو، ادي الجاستريك امبريشن، ادي اول حاجه في الانفيور سيرفيس. بعد كده الاومنتال تيوبروستي، بس ده معرفش هو موجود هنا ولا لا. الاومنتال تيوبروستي المفروض هو هنا حاجه اللي هو تبع الليزر اومنتم، بس تقريبا مش موجوده في الرسم. بعد كده كان الكوادريت لوب، بعد كده الفوسه في الجول بلادر. يبقى دي الحاجات اللي كانت عندنا، يبقى الجاستريك امبريشن، بعد كده الاومنتال تيوبروستي، بعد كده الفيشر فور ليجامنتم تيرز. ادي الليجامنتم تيرز اهي، يبقى دي الليجامنتم فينوزم، وادي الفيشر فور ليجامنتم تيرز، وهنعرف ليه اتسمت بالاسم ده دلوقتي. وادي الكوادريت لوب، وادي الفوسطه فور جول بلادر. قال ان الاومنتال تيوبروستي ده دي في البنكرياس ريليتد تو بوستيرور سيرفيس اوف ذا ليزر اومنتم. يبقى في اومنتال تيوبروستي في الليفر تقريبا، وفي اومنتال تيوبروستي في البنكرياس، في اومنتال تيوبروستي في البنكرياس برضو، ولكن ده ريليتد للبوستيرور سيرفيس اوف ذا ليزر اومنتم. ادي بالنسبه لحته الاومنتال تيوبروستي. بالنسبه للفيشر فور ليجامنتم، يبقى احنا قلنا كده في الرسمه دي، يبقى احنا قلنا من حيث الانفيرور او الفيسرال سيرفيس، قلنا الجاستريك امبريشن فور ستومك، وعرفنا هي فين على الرسمه. وبعد كده الاومنتال تيوبروستي قلنا دي ريليتد تو ليزر اومنتم، وقلنا اللي هي قلنا الاومنتال تيوبروستي ده اوف بنكرياس ريليتد تو بوستيرور سيرفيس اوف ليزر اومنتم، يبقى تيوبروستي مع ليزر اومنتم، اومنتال تيوبروستي هو الليزر اومنتم، والفيشر اوف ليجامنتم تيز، والكوادريت لوب، والفوسه في الجول بلادر، دول هنشوفهم دلوقتي. بالنسبه للفيشر اوف ليجامنتم تيرز، نفس برضو الطريقة بتاعت الفيشر اوف ليجامنتم فينوزم، ان هي بتمتد من الليفت اند اوف بورتا هيباتس، مش التانية كانت بتمتد من الليفت اند اوف بورتا هيباتس ولكن كانت بتطلع فوق، دي بتمتد من الليفت اند اوف بورتا هيباتس للانفيرور بوردر اوف ذا ليفر، وكونتين الليجامنتم تيرس. ايه الليجامنتم تيرس ده؟ له اسم تاني، راوند ليجامنت اوف ذا ليفر، له اسم تالت، اوبليتريتد ليفت امبيريكال فين،
يبقى ده كان ليفت، كان فين في ليفت امبراكل فين واتقفل اوبليتريتد يعني انسد، فكون لي راوند ليجامنت اوف ذا ليفر، وده الاسم بيجي، الاسمين دول بيجوا يعني الليجامنت امتيز ده ما بيجيش، هو اللي حابب يلعب في الحته دي بيجيب الاسمين التانيين دول اللي هو الراوند ليجامنت اوف ذا ليفر او الاوبليتد ليفت امبلايكال فين عشان يلخبطك. انت تقول الاوبليتد ليفت امبلايكال فين ده كان فين، هو اللي جامنت امتيرز، يبقى الاوبليتد ليفت امبلايكال فين هو الراوند اوف ليفت راوند ليجامنت اوف ذا ليفر هو الايه اللي جامنت امتيرز. طب تعال نشوف الكلام ده على الرسمه فين، ادي الليجامنت امتيرز بتمتد بين الليفت اوف هيباتيك بورتا هيباتس للانفيور بوردا، مش ده الانفيور بوردا اهو، ادي بتمتد من هنا لهنا، ادي الفيشر في الليجامنت امتيرز، وقلنا ان هي بتتكون عباره عن ال دي الليجامنت فينوزم، ادي الليجامنت امتيرز، قلنا ان هي كونتين اللي هو الليجامنت امتيز اللي هو الراوند ليجامنت اوف ذا ليفر او الاوبليتريتد ليفت امبلايكال فين. يبقى هو ممكن يلعب لي في ليفت امبلايكال فين ده ويقول لي ان الليجامنت امتيز كان اوبليتريتد ايه، ويجيب لي اسماء فينات تانية غير رايت امبلايكال سوبيرو امبلايكال انفيرو امبلايكال، لا هو ليفت امبلايكال فين. تمام. الكوادريت لوب نفس الكلام ريليتد للليزر اومنتم، يبقى الكوادريت لوب والكوادريت لوب الاثنين ريليتد للليزر اومنتم، ولكن الكوادريت لوب كان ريليتد للليزر اومنتم من حيث السويروسيس اوف ليزر ساك، يبقى السويروسيس اوف ليزر ساك دي اللي ريليتد للكوادريت لوب، انما الكوادريت لوب ده الليزر اومنتم من ناحيه البوستيرور، يبقى بوستيرور له بوستيرور الكوادريت لوب ليزر اومنتم. تمام. في فتحة اسمها البيرولك اورفيس، دي فتحة في الاستومك خدتها في الابر جي اي تي، والفيرست بارت اوف دودن اول حتة في الدودن دي ميدل، يبقى بوستيرور الكوادريت لوب الليزر اومنتا. الكلام ده انت ممكن تشوفه اكتر في الجراد، تقريبا مفيش دياجرام بيوضح الحاجات دي بالظبط، في العملي هتشوف الحاجات دي بالظبط، الكوادريت لوب والليزر اومنتم والبيروك اورفيس بتاعت الاستومك والفيرست بارت اوف دودونم دي كلها هتشوفها في الجار. انتير لو ايه بقى ترانسفيرس كولون، يبقى الكوادريت لوب وراه الليزر اومنتم، في النص البيروك اورفيس اوف ذا استومك والفيرست بارت اوف دودونم، قدامه الترانسفيرس ايه كولون، قدامه ايه ترانسفيرس كولون. اخر حاجه كانت الفصه في الجول بلادر اهو، ادي الكوادريت لوب. طبعا الرسمة اللي انا جايبها دي مش جايبة قوي، في رسمة تانية اهو، في رسمة تانية ها، لا الرسمة دي جايبة والله، ادي قلنا بوستيرور الليزر اومنتم، ادي بوستيرور الليزر اومنتم ها، وادي في الميدل البيلوريس اورفيس بتاعة الاستومك و الفيرست بارت اوف دودنم هنا في الميدل بتاع الكوادريت لوب، وقلنا ان هي انتير لو ترانسفيرس كولون، الرسمة دي جايبها وجايبها كويسة. اخر حاجة الفصة في الجول بلادر، قلنا ان الفصة في الجول بلادر دي في الرايت سايد اتس رايت سايد عندها تلاتة اريا، دودنال امبريشن الجه بقى دودنال ضغط عمل لي دودنال امبريشن للسكند بارت اوف ذا دودنم، اللي هي ايه السكند الدودنم لما تاخده السمول انتستين بتقسم لايه فور بارتس تقريبا، فالسكند بارت اوف دودنوم جت ضغطت في الحته دي عملت لي دودنال امبريشن، والكوليك امبريشن للرايت كوليك فليكشر جت ضغطت هنا عملت لي كوليك امبريشن، وجت اخر حاجه الرايت كيدني مش الرايت سوبرا رينال بقى، الرايت سوبرا رينال دي اللي ما السوبرا رينال دي فوق فهتبقى بتضغط على البير اريا اللي هي السوبرا رينال امبريشن، هنا الرينال امبريشن. ما احنا ما خلي بالك ان الجار لف اهو، هنا الكدني ها باينه قوي ان هي الكدني، هنا السوبرا رينال لا هنا الرايت كدني، هنا الكوليك امبريشن ها، هنا الرايت كوليك فليكشر ضغطت هنا عملت الكوليك امبريشن، وادي الدودنال امبريشن ها، ادي الدودنال امبريشن ضغطت لي على يبقى الجول الفصه في الجول بلادر على يمينها ثلاث حاجات الرينال امبريشن والرايت والدودنال امبريشن بتاعه السكند بارت اوف دودنام والكوليك امبريشن للرايت ايه
كوليك فليكشر، والكوليك امبريشن للرايت كوليك فليكشر. ادي تاني، ادي الدودنال اريا، ادي الجول بلادر، على يمينها الدودنال اريا، ادي الرينال، وادي السوبرا رينال. قلنا ان السوبرا رينال في البير اريا، وادي الكوليك اريا. هنتوقف بس الاذان وبعد كده نكمل. يبقى احنا كده خدنا الديفينيشن وخدنا الريليشن بتاعت الليفر، وهنراجع عليها تاني، هنراجع على الريليشن تاني بسرعه. بس هناخد دلوقتي، انت عمال تقول ايه البورتا هيباتس، البورتا هيباتس ايه البورتا هيباتس دي؟ البورتا هيباتس قلنا اي حاجه ليها اسمين نحفظ الاسمين، ليها 10 اسامي نحفظ ال 10 اسامي، ممكن نجيب اي اسم منه. البورتا هيباتس او الهيليوم اوف ذا ليفر دي البوابه اللي بيدخل منها الارتري والفين والضغط للليفر. يبقى تاني، البورتا هيباتس او الهيليوم اوف ذا ليفر دي بوابه بيدخل منها الارتري والفين والضغط للليفر. طب تعال نشوف هي فين وايه الباوندرز بتاعتها. هي فين؟ في البوستيرور بارت اوف ذا انفيرور سيرفيس. يبقى ادي مش ده، مش احنا قلنا ان ده البوستيرور سيرفيس وده الانفيرور سيرفيس؟ ادي البورتا هيباتس في اخر حته في الانفيرور سيرفيس، في البوستيرور بارت، مش ده انتيرور بارت وده بوستيرور بارت اوف ذا انفيرور سيرفيس. ادي اخر حته في الانفيرور سيرفيس موجوده فيها البورتا هيباتس، يبقى هي في البوستيرور بارت اوف ذا انفيرور سيرفيس. ايه الحدود بتاعتها؟ والله الحدود بتاعتها اسهل ما يمكن، تحتها الكوادريت لوب، هنقولها من على الرسم. ادي البورتا هيباتس، تحتها الكوادريت لوب، فوقيها الكوادريت لوب والكوادريت بروسيس، على يمينها الجول بلادر، على شمالها معلش ليفت نهايه الليجامنتم تيريز والفينوزم، نهايتها مع نهاية التيريز ها ونهاية الفينوزا مها، يبقى ده شمالها نهاية الليجامنتم تيريز والليجامنتم فينوزا. طب على يمينها بقى نهاية الفصة بتاع الجول بلادر، مش دي الفصة بتاعت الجول بلادر، نهايتها ها. يبقى تاني، ادي البورتا هيباتس، فوقها الكواديت لوب والكواديت بروسيس، تحتها الكوادريت لوب، على شمال على شمالها على يمينها ما عفوا على شمالها هي ممكن يكون يمينها بس شمالك انت، انت تمشي شمالك انت. يبقى على شمالها اللي هو شمالك الليفت بتاعت الليجامنتم في فينوزم، الليجامنتم فينوزم والليجامنتم تيرز، وعلى يمينها اللي هو الاند بتاعت الفصة في جول بلادر. ادي عرفنا السايد وعرفنا الباوندريز بتاعتها. طب ايه هي الكونتنت بتاعتها؟ الكونتنت اوف بورتا هيباتس كل حاجة اتنين، كل حاجه اتنين، رايت وليفت برانش وبورتال. فين دي؟ فين؟ في البوستيرور، عشان دي ممكن هتلاحظها في الجرات. يبقى بوستيرور يبقى اخرها المفروض رايت وليفت برانش وبورتال. فين هو جايب لك هنا جنب بعض، المفروض هما يبقوا تحت بعض كده. المهم رايت وليفت برانش وبورتال فين دي بوستيرور، رايت وليفت برانش اوف هيباتيك ارتري دي في النص، الرايت وليفت هيباتيك داكت دي انتيرور. يبقى تاني الحاجات دي ممكن تلاحظها اكتر في الجرات عن الدياجرام. يبقى بوستيرور رايت وليفت برانش اوف بورتال فين، وان رايت وليفت برانش اوف هيباتيك ارتري في الميدل، والرايت وليفت هيباتيك داكت دي انتير، واوتونوميك نيرف والليمفاتيك وفات. يبقى ايه مكونات البورتا هيباتس؟ هنقول له رايت وليفت برانش اوف بورتال فين بوستيرور، والرايت وليفت برانش اوف هيباتيك ارتري دي في الميدل بتاعتها، والرايت وليفت هيباتيك داكت انتير، والليمفاتيك وفات، واوتونوميك نيرف ونيرف وليمفاتيك وفات. يبقى اتنين ارتري، اتنين فين، اتنين ضغط، ونيرف وليمفاتيك وفات. ادي بالنسبة للكونتنت بتاعت البورتا هيباتس، وعرفنا ادي البورتا هيباتس ها. بعد كده ادي اهو اهو ادي البورتا هيباتس ها، ادي الهيباتيك ارتري رايت لوب، وادي البورتا الفين، دي كلها البورتا هيباتس ها. دي كلها، دي المدخل اللي بيدخل منه الحاجات. ادي البورتال فين اهو، وادي الهيباتيك ارتري، وادي الرايت هيباتيك داكت، وادي الليفت هيباتيك داكت، ادي دي كلها، دي كلها، ودي الكامن هيباتيك داكت تقريبا، وادي الجول بلادر اهي، دي البوابه، وقلنا فوقيها الكوادريت لوب، دي الجول بلادر، وتحتها ده هيكون الكوادريت لوب. ادي ودي البورتال فين اهي برضو، ادي البورتال فين هيباتيك ارتري باي داكت، دي البورتا هيباتس. طب احنا عمالين نقول
ايه البروتينيال ريليشن، ايه الحاجات اللي بتتغطى بالغشاء البروتوني في الليفر اللي هي البروتينيال ريليشن، وايه الحاجات اللي ما فيهاش بروتينيال ريليشن. قال ان الليفر كومبليتلي كفرد باي بروتينيا ما عدا. انت هتستنتج، مش احنا قلنا لسه قايلين، انت اوريدي عارف واحده اللي هي ايه البير اري اوف ذا ليفر. طب اتسمي كده ليه؟ قلنا عشان ما فيهاش غشاء بروتوني اللي هي البروتينيه، ما فيهاش بروتينيه. طب تاني حاجه، بص اي حفره معانا حفرتين وثلاث زراير، حفرتين وثلاث زراير، البير اري اوف ذا ليفر خلصنا منها، جنبها الجروف فور انفيور فينا كيفا مش محتاج بروتونيوم اصلا. يعني هو جروف ماشي فيه الانفيور فينا كيفا هيتغطى بروتونيوم ليه؟ يبقى ده مفيش بروتونيوم. الفوسة فور جول بلادر، يبقى الفوسة فور جول بلادر مفيهاش بروتونيوم. البوتوم اوف بورتا هيباتس، يبقى البوتوم وقاع البورتا هيباتس مفيهوش ايه بروتونيوم. البوتوم قاع ال بوتوم اوف فيشر فور ليجامنتم فينوزا، مع الليجامنتم فينوزم ديت ماشي فيها الليجامنتم فينوزم ما فيهاش بروتونيه، والفيشر فور ليجامنتم تير. سيبك من البوتوم دي، يبقى الفوسه فور جول بلادر، بوتوم اول بوتوم ماشي قاع البورتا هيباتس ما فيهوش بروتونيه، الفيشر فور ليجامنتم فينوزا من حيث البوتوم بتاعها ما فيهوش، وقاع الفيشر فور ليجامنتم تيرز. يبقى الحاجات دي ما فيهاش بروتونيه ليه؟ انت لو جيت تصورتها هتحتاج بروتونيوم في ايه؟ الجروف ماشي في الانفيور فينا كيفا مش محتاج بروتونيه، الفصه فيها الجول بلادر مش محتاجه بروتونيه، البورتا هيباتس مليانه اصلا بالست محتويات اللي احنا لسه قايلين عليهم مش محتاجه، الفيشر فور ليجامنتم فينوزم والفيشر فور ليجامنتم تيرس. يبقى تاني ممكن ده موضوع سؤال، كل ده او ممكن يجيب لي حاجه واحده من دول، او ممكن يجيب لي ثلاث حاجات من دول ما فيهمش بروتونيه ويجيب لي حاجه فيها بروتونيه زي القوادريت لوب مثلا. ما هو القوادريت لوب كان بياخد من الليزر اومنتم، والقوادريت لوب مش كانوا ريليشن للليزر اومنتم، ما هو ده بروتونيوم. يبقى البير اري اوف ذا ليفر ايه الحاجات اللي ما فيهاش بروتونيوم؟ قال ان كل الليفر فيها بروتونيوم ما عدا البير اري اوف ذا ليفر، الجروف فور انفير فينا كيفا، فوسطا فور جول بلادر، البوتوم بتاع البورتا هيباتس، والفيشر فور ليجامنتم فينوزم، والفيشر فور ليجامنتم تيريز. ست حاجات ما فيهمش بروتونيوم، ما مش متغطين بالبروتينيه. طب احنا عمالين نقول فالسيفورم ليجامنت والكورونا ليجامنت، وعمالين نقول الرايت تراينجولار ليجامنت والليفت تراينجولار ليجامنت، ايه هي الحاجات دي؟ هنقول دلوقتي ان الفالسيفورم ليجامنت ده عباره عن ايه. احنا قلنا الفالسيفورم ليجامنت والكورونا ليجامنت. الفالسيفورم ليجامنت ده سيكل شيب، يعني منجلي الشكل، اي شكل منجلي، بيتكون من كونفكس بوردر وكونكيف بوردر. الكونفكس بوردر بتاع الفالسي فورم ليجامنت ده اتاتش في الدايفرام والانتيرو ابدومينال وول. طب الكونكيف بوردر بتاعه ده ماسك فين؟ مش احنا لسه قايلين ان هو في السوبير وسيرفيس، زود عليهم الانتيرو سيرفيس اوف ذا ليفر. تالت حاجه لو فلي بوردر، الفلي بوردر ده من الامبلايكس الامبليكس للفيشر فور ليجامنتم تيرس. يبقى تاني الفالسي فورم ليجامنت له ثلاثه بوردر، اول بوردر الكونفكس بوردر ده في الدايفرام والانتيور ابدومينال وول، تاني بوردر اللي هو الكونكيف بوردر ده ماسك فيه السوبير والانتيور سيرفيس اوف ذا ليفر، تالت بوردر ده فري بوردر ماسك من الامبليكس لحد الفيشر فول ليجامنتم تيرس. اتسيباريت بقى الرايت انتيور سب هيباتيك سبيس فروم انتيور سب هيباتيك سبيس، بيفصلها بيفصل رايت انتيور سب هيباتيك سبيس عن ليفت انتيور سب هيباتيك سبيس للايرز، رايت لاير وليفت لاير، رايت لاير وليفت لاير دي تحتوي على ايه المحتويات بتاعته؟ البارا امبلايكال فين والليجامنتم تيرز فور اوف ليفر اللي هي اللي قلنا بتربط الليفت بورتال فين بالامبليكس اللي هي ليفت امبلايكال فين اللي هي الليجامنتم تيرز ما احنا لسه واخدينها، والكسترا بروتينيا الفات. يبقى ايه الكونتنت بتاع الفالسيفورم ليجامنت؟ هقول له اللايرز بتاعت رايت لاير وليفت لاير، يبقى اللاير بتاعت الفالسيفورم ليجامنت اتنين لاير رايت وليفت. طب ايه الكونتنت بتاعته؟ البارا امبلايكال فين والليجامنتم تيرز اوف، يبقى الليجامنتم تيرز هو جزء من الفالسيفورم ليجامنت.
ليجامنتم تيرز اوف ليفر دي كونكت لسه قايلين الليفت بورتال فين بالامبليكس، واخر واحده اللي هي الاكسترا بروتينيال فات، الاكسترا ايه بروتينيال فات. ما احنا لسه قايلين ان الليجامنتم تيرز دي نجيبها دلوقتي. احنا قلنا ان الليجامنتم تيرز دي كانت في ال فيشر فور ليجامنتم تيرز، قلنا ان هي كونتين الليجامنتم تيرز اللي هي الراوند ليجامنت اوف ليفر والاوبليتريت ليفت امبليكال فين. ما احنا لسه قايلين ان ده ليها اسم تاني. فاذا الليجامنتم تيرز اوف ليفر دي كونكت الليفت بورتال فين بالامبليكس والاكسترا بروتينيال فات. الليجامنت التاني اللي عندنا وهنشوف صورهم دلوقتي، ده الكوراي ليجامنت، ده بيمتد من البوستير سيرفيس اوف ذا ليفر للدايفرام، يبقى هو جاي من تحت من عند البوستير سيرفيس اوف ذا ليفر ورايح للدايفرام. ده بيتكون من تو لاير زي التاني سيبريتد باي بير اريا. مش احنا قلنا ان البير اريا الرايت تراينجولر فوقها وتحتها الكوراي ليجامنت، وكون لي الايبكس بتاعها رايت تراينجولر ليجامنت، يبقى اللي هو فعلا مفصول بواسطه البير اريا اوف ذا ليفر. الابر ري ريفلكتد فروم بوست سيرفيس اوف ليفر تو دايفرام، الابر ري بتاعتها ريفلكتد فروم بوست بوستيريو سيرفيس اوف ذا اوف ليفر تو دايفرام، واللور ري ريفلكتد فروم بوستيريو سيرفيس اوف ليفر تو رايت كيدني، فورمينج حاجه اسمها الهيباتورينال او الموريسون باوتش. التو لير ار كونتينوس توجذر ات زير رايت اند فورمينج رايت تراينجولار ليجامنت. يعني ايه الكلام ده؟ هو الكلام يعني الكلام واضح، بيقول ان الابر رير مش احنا قلنا بيكون من تو لير، الابر رير بتاعتها بتمتد من البوستيرو سيرفيس اوف ذا ليفر للدايفرام. طب اللور لير ده بينعكس او بيمتد من البوستيرو سيرفيس برضو، هو منشأ البوستيرو سيرفيس اوف ذا ليفر للرايت كيدني، بيكون لي حاجه. يبقى ايه اللي بيكون لي الهباتورينا او المورسن باوتش؟ هقول له امتداد البوستيرور رير بتاعه الكوراي ليجامنت. يبقى البوستيرور رير بتاعه الكوراي ليجامنت راحت للرايت كيدني، عملت لي حاجه اسمها موريسونز باوتش، موريسون باوتش. وقال ان التو لير دول بيكونوا لي حاجه اسمها رايت تراينجولار ليجامنت، قلنا ان هما الاثنين دول بيلتحموا مع بعض وبيكونوا رايت تراينجولار ليجامنت اللي هو الايبكس بتاع البيل اريا. طب تعال نشوف الكلام ده على الرسم. ادي الدايفرام اهو، ده ايه الدايفرام، وادي الكوروناري ليجامنت، قلنا الكوروناري ليجامنت جاي من البوستير سيرف، وادي الفالسيفورم ليجامنت قلنا بيقسمها رايت وليفت، ادي الفالسيفورم ليجامنت، وادي الكوروناري ليجامنت اهو. يبقى ده الكوروناري ليجامنت راح يمسك في الدايفرام، وادي الفالسيفورم ليجامنت قلنا بيقسمها لرايت وليفت، قلنا بيقسمها رايت وليفت لير وبار امبليكال فين والجامنتم تيرز اوف ليفر والاكسترا بروتينال فات دي محتوياته، وقلنا ده بيكون لي المورسن اي باوتش. بالنسبه للرايت تراينجولار ليجامنت والليفت تراينجولار ليجامنت، الرايت تراينجولار ليجامنت طبقتين، الليفت تراينجولار ليجامنت تو لير برضه، دي كمقارنه بيناتهم. الرايت تراينجولار ليجامنت قلنا ان هو فروم ايبكس اوف بير اريا تو دايفرام اتس كونسيدرد از لاترال اكستنشن اوف كورونال ليجامنت، يبقى ده برضه قلنا ان هو مش الرايت ترانجولار ليجامنت، قلنا ان هو بيكون الايبكس بير اريا بيمتد من الايبكس البير اريا للدايفرام، وقال لك ان هو بيعتبر اللاترال اكستنشن بتاع الكوروناري ليجامنت. طب الليفت ترانجولار ليجامنت قلنا ده ريفلكتد فروم سوبير سيرفيس للليفت لوب تو دايفرام، نفس الكلام برضو، ده بيمتد من الكلام ده يعني مش مهم قوي الليفت ترانجولار ليجامنت، يعني ايه الحاجات دي ما بتجيش قوي. نيجي الفاسكولار سبلاي اوف ذا ليفر وهي مهمه، وبيجي منها الفاسكولار سبلاي اوف ذا ليفر. البلاد سبلاي اوف ذا ليفر عندنا مصدرين، تو سورسز اوف بلاد سبلاي، 30% اوف هيباتيك ارتري اوف سيلياك ترانك، قلنا 30% من البلاد سبلاي بتاع الليفر جاي من الهيباتيك ارتري اوف سيلياك ترانك، وده بيحمل اكسجينيتد بلاد يعني دم مؤكسد، دم وجاي من الاكسجين بتاعه. 70% من البلاد سبلاي بتاع الليفر جاي من البورتال فين، ده فين يبقى ايه كاري نون اكسجينيتد بلاد
that contains product of the، يبقى ده بيجي الجهاز الهضمي ال GIT بيجي بمخلفاته بيصب في الليفر، عشان الليفر دي احنا عارفين ان هي مخزن السموم في الدم، فبيجي بالبرودكتس بتاع الدايجيشن بتاعه اللي هو البورتال فين، ويجي ايه عشان الليفر تنقي الدم من اي مخلفات فيه. اتش ديفيد ات بورت اتش ديفايد ات بورتا هيباتس انتو رايت وليفت برانش ورايت اللي هو الرايت والليفت سيرجيكال لوب. يبقى تاني البلاد سبلاي بتاع الليفر ده 30% منه جاي منين؟ جاي من الهيباتيك ارتري، دم مؤكسد. الهيباتيك ارتري ده جاي من السيلياك ترانك بيحمل دم مؤكسد. طب الغالبية العظمى بقى بتاعت الدم، يبقى الليفر هو الجزء الوحيد في الجسم اللي بيغذيه وريد. اللي بيغذيه فين؟ هو الليفر. 70% من الليفر جاي منين؟ من الدم اللي جاي للليفر من البورتال فين، يحمل نان اوكسجينيتد بلاد. طب ليه هو يحمل نان؟ جاي المخلفات بتاعه الجهاز الهضمي كلها بتروح تتفلتر في الليفر، بتروح ايه تتفلتر في الليفر. وقلنا ان هو بينقسم عند البورتا هيبات الرايت بورتال فين والليفت بورتال فين. الرايت بورتال فين بيروح للرايت سيرجيكال لوب، والليفت بورتال فين بيروح للليفت سيرجيكال لوب. خلي بالك احنا قلنا سيرجيكال مش اناتوميكال. طب تمام، قلنا ان 70% بتوع البورتال فين دول بيرجعوا من اسمه تاني لسيجمنتال برانش للسيجمنت. مش احنا قلنا ان كل سيجمنت كل لوب بينقسم لاربع سيجمنت، وكل سيجمنت فيها اللي هي بورتر تراياد الثلاث حاجات دول. يبقى سيجمنتال برانش دو سيجمنت نوت انستموز ويز ايتش اذر، ما بيلتحموش مع بعض، وبيرجع ينقسم تاني الارتليولز زين ساينوسويد انسايد ذا سيجمنت وير بلاد از ميكسد. يبقى بيرجع، يبقى البورتال فين ده بيتقسم لسيجمنتال برانش، بعد كده السيجمنتال برانش ده لكل سيجمنت، بعد كده جوه السيجمنت بقى بيتقسم لارتليولز، وبعد كده ساينوسويد انسايد ذا سيجمنت دي جوه السيجمنت وير ايه البلاد بيكون ميكسد. ادي الهيباتيك فين وادي ايه التقسيمات بتاعته، هيرجع يتفرع جوه البورتال فين، بيرجع يتفرع بقى لفروع صغيره زي ما احنا شايفين. بالنسبه للفينوس درينج و اخر حاجة الفينوس درينج، وبعد كده فاضل حاجات بسيطة يعني في المحاضرة ان شاء الله تكون خلصت. الفينوس درينج ده فينوس بلاد is drained by central vein. يبقى الفينوس درينج ده الفينوس بلاد drained by central vein بيروح يصب فيه اتنين وتلاتة هيباتيك فين، اللي بيروح يصب فيه الانفير فينا كيفا. يبقى الفينوس بلاد بيصب فين؟ في السنترال فين. مش احنا قلنا ما احنا هنجيبها من الاول للاخر، مش دي اتفرعت الارتليولز صغيره، الارتليولز دي قصادها حاجه اسمها السنترال فين، بعد السنترال فين دي بيروح يصب في حاجه اسمها هيباتيك فين، وقلنا ان الهيباتيك فين بيروح يصب في الانفير فينا كيفا. يبقى السنترال فين بعد كده هيباتيك فين بعد كده الانفير فينا كيفا، والهيباتيك فين ران ان بتوين ذا سيجمنت نوت انسايد. يبقى الهيباتيك فين ده ما بيخشش جوه السيجمنت ده، بيمشي بناتها. يبقى الهيباتيك فين ده ران ان بتوين يعني بين السيجمنت ما بيخشش جواها. امال ايه اللي بيدور من جواها؟ السنترال فين هي اللي بتكون جوه السيجمنت. يبقى احنا قلنا حته الفينوس درينج الفينوس بلاد از دريند باي سنترال فين دي جوه السيجمنت، بعد ما تخرج من السيجمنت بتصب في الهيباتيك فين اللي بيصب في الانفير فينا كيفا، وقلنا ان الهيباتيك فين بتمشي بتوين السيجمنت مش جواها. تاني حاجه الليمفاتيك درينج، اول حاجه ان الليفت لوب، الليفت لوب كله بتاع الليفر بيروح يصب في الليفت جاستريك ليمف نود. يبقى الليفت لوب بيصب في الليفت جاستريك ليمف نود. طب الانتير والانفير سيرفيس بيصب فين؟ دي يعني بيسهم العلامة دي الحمراء دي، الانتيرو انفيرو سيرفيس بيروح يصب في الليفت الليفت نود بتاعت البورتا هيباتس الليمف نود، قصدي بتاعت البورتا هيباتس بتاعت السيلياك ليمف نود. يبقى تاني الانتيرو انفيرو سيرفيس بيصب في الليفت نود في البورتا هيباتس اللي بتصب في السيلياك ليمف نود. تمام. طب البوستيرو سيرفيس، البوستيرور سيرفيس انكلودنج البير اريا، البوستيرور سيرفيس احنا قلنا في البير اريا بيصب في الميديا ستاينال ليمف نود، اصل دي هتنحفظ
دي هتنحفظ، يبقى الليفت لوب بيصب في الليفت جاستريك ليمف نود، الانتيريور انفيرور سيرفيس بيصب في الليفت ايه الليمف نود بتاعه البورتا هيباتس بتاعه السيليك ليمف نود، البوستيرور سيرفيس بيصب في الميديا ستاينال ليمف نود. It produces a large amount of fluid third or half of lymph. يبقى الحاجات اللي هي large amount of في lymph third or half of lymph يعني بتكون من تلت النص الايه الليمف اللي هي الايه الليمفاتيك درينج دي. النيرف سبلاي بقى بتاخد من حاجه اسمها الهيباتيك بلكسس فروم سيلياك بلكس، يبقى النيرف سبلاي بتاخد من حاجه اسمها الهيباتيك بلكسس فروم سيلياك ايه بلكس. تمام، يبقى احنا كده خلصنا ايه البلاد سبلاي، اهم حاجه الفينوس والليمفاتيك والنيرف اقل اهميه شويه من البلاد سبلاي ولكن نحفظهم برضو. السيرفيس اناتومي بتاع الليفر هو غالبا هو قرايه فقط، يعني اعتقد يعني ما بيجيش منه السيرفيس اناتومي اوف ذا ليفر. قال ان الواحد فين واحد، يعني اول مره اقراها معاكم دلوقتي، لا واحد دي ان الابر بوردر اوف ذا ليفر فلو الاين ذات باس فروم، يبقى اعتقد واحد دي بيقول ان الابر بوردر اوف ذا ليفر ده عبارة عن خط بيمر بيه النقطة A والنقطة B والنقطة C والنقطة D. يبقى النقطة A والنقطة B والنقطة C والنقطة D ده الـ Our Border of the Liver. طب النقطة A قال ان هي نقطة عند الـ Left Fifth Intercostal Space in the Midclavicular Line. طب النقطة B ده Point on the External Junction، ادي النقطة B في الـ Zyphe External Junction. طب النقطة C دي بوينت اون ذا رايت فيفث ريب ان ذا ميد كلافيكولار لاين في الرايت فيفث ريب. طب النقطة دي نقطة عند الرايت سيفن ريب سيفنس ريب ان ذا ميد اكزيلاري لاين، ادي النقطة دي. طب بالنسبة للانفير بوردر اوف ذا ليفر ده بيمتد منين لمنين، برضو من النقطة A بس للنقطة E للنقطة F للنقطة G. النقطة A احنا لسه قايلينها. طب النقطة A دي نقطة بوينت في الليفت كوستال مارجن ات تيب اوف ذا ليفت ايت كوستال كارتريدج. طب النقطة اف دي نقطة عند ترانسكشن اوف ترانس بايلوريك بلين، يعني اعتقد الكلام ده ما اعرفش كانش بيجي لنا منه السيرفيس اناتومي اوف ذا ليفر، بس هو موجود في الداتا فاقروه ما اعرفش ما بيجيبوا منه ولا لا. دي عوامل بتحافظ على الليفر في مكانها. ايه لما يجي يقول ايه الفاكتور مينتيننج ذا ليفر ان بوزيشن، يعني الليفر لا بتيجي كده ولا بتسقط ولا بتروح ولا بتيجي. اول حاجه ان هي ماسكه في البروتونيال ليجامنت، البروتونيال ليجامنت اللي احنا لسه قايلين عليها الفالسي فورم ليجامنت والكورونري ليجامنت والرايت تراينجولار ليجامنت والليفت تراينجولار ليجامنت، دي كلها مثبته الليفر في مكانها. تاني حاجه ان هي اتاتشمنت اوف هيباتيك فين تو انفيرور فينا كيفا، الهيباتيك فين ماسكه في الانفيرور فينا كيفا، والانفيرور فينا كيفا ده وريد رئيسي في الجسم، فده من العوامل اللي مثبت الليفر في مكانها وده من اهم العوامل. انا عامله لك بلون مختلف اهو. تالت حاجه البريشر اوف ذا سراوندنج فيزرا، الضغط بتاع السراوندنج فيزرا اللي هي الاعضاء اللي حواليها ودي بتثبت اي اورجان. اخر حاجه الانترا ابدومينال بريشر. يبقى ايه العوامل اللي بتثبت الليفر في مكانها؟ البروتونيال ليجامنت، الهيباتيك فين بتمسك في الانفيرور فينا كيفا، ضغط السراوندنج فيسرا، اخر حاجه الضغط بتاع الابدومينال بريشر الانترا ابدومينال بريشر بشكل عام. احنا كده نكون خلصنا الليفر، هنراجع عليها مراجعه سريعه وبعد كده ان شاء الله المحاضره الجايه نشرح البيلاري سيستم. ادي الليفر، احنا قلنا اهم حاجه هنا ان ده كله الوزن والكلام ده احنا ما جالناش وزن غير مره واحده، كان وزن البروستاتا فاعتقد ما افتكرتوش. فحته الوزن والديفينيشن والحاجات دي اعتقد ان هو يعني مش هيسيب التفاصيل دي كلها ويجيب الحاجات البسيطه دي، بس طبعا اقروا السلايد دي بتركيز. اهم حاجه هنا ان ده كله بيكون ده فراجماتيك سيرفيس والانفيرو سيرفيس ايه اسمه فيسرال سيرفيس. بعد كده قلنا الثلاث مناطق ان هي بتاخد الرايت والابيجاستريك والليفت،
بعد كده قلنا الكوادريت لوب وقلنا ايه اللي بيحاوطه والاتس بروسيس والكوادريت لوب نفس الكلام، وقلنا ان الرسمة دي نحفظها كويس جدا بحيث ان هي دايرة مقفولة دايرة مغلقة. بنبدأ بين البوستيرور سيرفيس من عند البير اريا، وبعد كده هنا الانفيرور فينا كيفا، الكواديت، الليجامنتم فينوزم، الاسوفيجيال، بعد الاسوفيجيال الجاستريك امبريشن، بعد كده الاومنتال تيوبروستي بس مش موجود هنا، بعد كده الليجامنتم تيرس، بعد كده الكوادليت، بعد كده الجول بلادر. وقلنا يمين الجول بلادر 3 امبريشن، الرينال والدودينال والكوليك امبريشن. يبقى الرسمه دي تنحفظ زي اسمك عشان دي اللي هيجي فيها تيبيكال على الجار. نفس الكلام قلنا الفانكشنال غير الاناتوميكال، بحيث الفانكشنال الليفت قد الرايت، وقلنا ان الراي الكواديت والكوادريت تبع رايت اناتوميكال، ولكن هو من حيث الفانكشنال فهو تبع الليفت، لذلك هو بيتغذى من الليفت برانش. وقلنا السوبير، قلنا الريليشن، قلنا السوبير سيرفيس، وقلنا ايه اللي فوقها، وقلنا الرايت والانتير والبوستير، وقلنا العامل المشترك بينهم كلهم الدايفرام، وقلنا هنا الريبس من 7 ل 11 تنحفظ، والحاجات دي طبعا بالتخيل نعرف ايه اللي قدامها. وقلنا البوستير سيرفيس البير اريا، وفصصنا كل واحده، وقلنا البير اريا اتسمت بير اريا ليه، والفيشر في اللوجامنتم في نظام نفس الكلام، ونعرف ليه سبب تسميت او ايه سبب تكوينها مهم، ايه سبب تكوين الفيشر اوف اللوجامنتم في نظام مهم. الجروف انفيور فينا جايبه والكواديت طبعا احنا ايه ده كله، الانفيور في الانفيور فيسرال سيرفيس برضو نفس الكلام، الفيشر في اللوجامنتم تيرز. قلنا نعرف الاسمين اللي هما الاسمين التانيين مش المشهورين عشان بييجوا، والكوادريت لوب نفس الكلام. الرسمه دي برضو كويسه، ادي البير اريا اهو، بعد كده السوبرا رينال جلاند معاها مع البير اريا، بعد كده الانفيور فينا جيفا، بعد كده الكوادريت، فيشر في اللوجامنتم فينوزم، بعد كده الاوزوجيال اريا، بعد كده الجاستريك. قلنا ان هي دايره بنلف من البوستيرور من اليمين للشمال، وبعد كده نرجع نجيبها تاني من الشمال لليمين، لو حفظناها بالترتيب ده ان شاء الله هتثبت في دماغنا. بعد كده قلنا البورتا ايباتس، قلنا ايه برضو بتحاوط ايه، وقلنا المكونات بتاعتها، وقلنا ايه البروتينيه ريليشن، قلنا كلها بتتغطى بالبروتينيه ما عدا الست مناطق دول، وفرقنا بالفالس فورم ليجامنت والكورونا ليجامنت وبين الرايت ترانجولار ليجامنت والليفت ترانجولار ليجامنت. وقلنا البلاد سبلاي قلنا 70% عبارة عن بورتال في نان اوكسجينيتد، و30% اوكسجينيتد بلاد من الهيباتيك ارتري اللي جاي من السيليك ارتري. قلنا ان البورتال فين ده بيرجع يتفرع لفروع تاني اصغر. قلنا الفينس درينج، نعكس بقى البلاد سبلاي فهيدينا الفينس درينج بيصب في الانفيو فينا كيف في الاخر، والليمفاتيك درينج قلنا تنحفظ عشان هي بتصب في كذا حاجة، الليفت بيصب في الليفت، والانتيو انفيرو بيصب في الهيباتيك سيليك لينف نود، وقلنا البوستيرو بيصب في الميديا ستاينال لينف نود. قلنا ان النيرف سبلاي دي سهله، قلنا السيرفس اناتومي نقراها بتركيز اعتقد برضو مش هيجي منها، والفاكتور مينتيننج اهم حاجه اتاتشمنت ايه بتاع الهيباتيك فين. بالتوفيق ان شاء الله، وهنكمل البيرا سيستم في المحاضره الجايه.